طيب ازاي دلوقتي، يعني زي ما حضرتك بتقول ان في وزارة الصحة قامت بضبط كمية من العدسات اللاصقة، طيب ازاي انا ك ك ك يعني واحدة رايحة بشتري عدسات او لينسز، ازاي اقدر افرق ان دي اصلي او دي مغشوشة، او دي مناسبة ليا ودي مش مناسبة ليا؟ اولا بالنسبة للعدسات الاصلية لازم بيكون عليها توقيع وزارة الصحة، لان وزارة الصحة من خلال المنافذ لازم بتكشف على كل عدسات لاصقة بتخش وبتوقع عليها، فلازم يكون موجود عليها توقيع وزارة الصحة، بيبقى موجود وبيبقى موجود رقم التشغيل عليها. العدسات اللي هي داخلة تهريب طبعا مش موجود عليها ده، نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم أراعي كويس جدا اللون بتاع العدسات، هل اللون واحد في ده ولا ده؟ يعني لو مسكنا عدسة مغشوشة ومسكنا كتالوج بتاع العدسات، أنا عايزة أقف بس عند النقطة دي عشان أنا استغربت جدا، في حاجة اسمها إن أنا أجيب لينسز كل عدسة تبقى لون شكل؟ ممكن جدا حضرتك لو جينا المغشوشة مثلا لو جينا اللون هنفترض اللون زي الجري، لو حضرتك بصيتي للون في العدسة الأصلية هتلاقيه مختلف، لأنه مش هيقدر يجيب اللون بالظبط. بس في نفس اللينسز اللي احنا شارينها نفس العدسة مختلفة. يعني أنا بالتالي كنت أقول إنه ممكن تبقى مضرة في إنها تأذي العين أو مضرة في إن هي مغشوشة، إنما درجة اللون كمان ممكن تخدع فيها؟ درجة اللون، وكمان هتلاقي عند حضرتك لو بصيتي هتلاقي كاتب الووتر كونتنت، البخار المياه الموجود، الداميتر، البيس كيرفز الموجود، هتلاقي مكتوب واحد، لكن بمجرد ما تلبسي العدسه في انفلاميشن بيحصل في العين، تلاقي العين احمرت جدا. ده طبيعي، بس على فكره يا تمام اشرف، في نقطه اضافيه، الاحمرار ده بيحصل في كل انواع اللينسز حتى لو كانت طبيه. هقول لحضرتك ده بيبقى عشان كده قلت لابد من زياره طبيب رمد في الاول عشان الواحد يعرف اذا كان عنده ده ولا ما عندوش. طيب.